بلدية كنزوة، هذا هو كنزوة. فليتفضل نيابة عن الحضور، فليتفضل. السلام على رسول الله الكريم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، السلام عليكم الحضور، كل واحد باسمه، القادة بحال المجتمع حسن، السادة النواب، السادة السيدة مدينة الزواري، السيد عبد أعضاء مجلس الوزراء، أعضاء المجلس الولائي، السادة الحضور المترشحين، السادة الحضور المواطنون المؤيدون المناصرون. على كل حال، أمامكم السيد رحيل بن لحول، مترشح من قائمة حركة مجتمع السل لبلدية تمزور. على كل حال، يعني نيابة عن كل مترشحين القائمة، يعني نتكلم ونقول نحن جاهزون يعني بالنسبة لهذه الحملة، وبالنسبة لهذه الانتخابات المحلية ل 27 نوفمبر 2021. على كل حال، التخصص تاعي هو راني جامعي، تخصص علوم اقتصادية، تسيير المالية. على كل حال، في بلدية كمزوة شتنا باللي كاين يعني ضياع كبير وفورة كبيرة على مستوى هذه البلدية. وعلى كل حال، تكملة لما تقدموا به كل من قسموا يعني الناس جماعة اللي تقدمت قدامي، يعني البشر، الإنسان، العنصر البشري هو الأساس في يعني بناء هذه البلدية، على غرار يعني كل البلديات، يعني العنصر البشري يعني أساسي في بناء الجزائر ككل. على كل حال، حفاظا على رسالة الشهداء كما تقدم به الجميع، نحن جائزون، نحن واقفون، نحن إن شاء الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للبلدية يعني كل بلدية على كل حال عندها خصوصية. البلدية تحت مزوغة، وإن كانت لها يعني كما نقولوا احنا يعني نسيانا لها بالنسبة كسمو يعني الولاية، وإن كانت يعني كسمو يعني لها يعني قدرات وخيرات ما شاء الله، وعلى رأس هذا كسمو هذا الخيرات الحظيرة الصناعية في تمزوغة. احنا نقول يعني بالنسبة لنا كمترشحون، عندنا أول حاجة بالنسبة لكسمو يعني البرنامج تاعنا هي التنمية المحلية، ولكن التنمية المحلية فيها تسيير وفيها شؤون. على كل حال، بالنسبة لنا كسمو المترشح، إن شاء الله الرحمن الرحيم يعني نقوم ونبذل كل جهود يعني كسمو اللي قادرين عليها، وبظفور يعني كسمو جهود الجميع على مستوى البلدية، على مستوى كسمو المواطنين، ولا على مستوى البلاد. احنا النقطة الأساسية اللي غادي نتطرق لها كسمو يعني